بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة رقم 5 من محاضرات Altium Designer. المحاضرة اللي فاتت كنا يعني اشتغلنا على سيركت، والحمد لله يعني ما عندناش أي مشاكل. نبدأ بقى النهاردة في حاجة مختلفة شوية، وهي عملية يعني داونلود وانستول لسوفت وير احدث شوية. الاصدار اللي احنا اشتغلنا عليه كان اصدار 2020، عايزين نشتغل على اصدار 2021 يعني عشان نكون up to date. كل اللي انت هتعمله، طبعا انا نزلت بوست كده على صفحتي على الفيس، كنت بقولك فيه ازاي تعمل داونلود وانستول للالتيوم ديزاينر 2021. طبعا ده احدث اصدار، يعني احدث اصدار لحد وقت تسجيل الفيديو يناير 2021، وبيشتغل هو كومباتبل مع ال 64. طب ازاي اتاكد ان هو شغال يعني عندي على 64 ولا 32، والجهاز بتاعي ايه بالظبط؟ هقف على البي سي كليك يمين واقول له عايز البروبرتيز او الخصائص، فهيجيب لي هنا الجهاز بتاعي 64 بت وكمان شغال على ويندوز 10 برو، يبقى انا كده تمام. لازم طبعا اتاكد ان الرامات بتاعتي قد ايه، هو بيقول لي يعني على الاقل تكون 1 جيجا، يعني طبعا 2 مثلا، 1 حاجه زي كده، لكن مش هو ده مش كفايه، اكيد لازم يكون عندك الرامات بتاعتك ما تقلش عن 4 ولا حاجه، فهنا 8 معقول كده كويس. يعني خلي بالك كل ما الرام عندك تكون اعلى هتلاقي البرنامج بتاعك هيكون اسرع بكتير جدا، فكده 8 معقول كويس جدا. لو انت عندك 4 برضه هيشتغل معاك كويس، مفيش اي مشاكل. وتأكد انك انت عندك ويندوز 10 وفي نفس الوقت عندك مساحة كافية على الهارد ديسك بتاعك كفاية قوي. هروح بقى اعمل عملية اكستراكت للملف ده، هو اسمه Altium Designer 21. هجيبه منين الاول؟ طبعا هروح اجيبه من الرابط ده، من اللينك ده، هنزل لك اللينك ده اسفل الفيديو، وكمان موجود على صفحتي على الفيسبوك، هو ده اللينك. كل الفكرة بس ان انا هفتح اللينك ده يفتح معايا على طول. بعد لما افتح اللينك ده هيقول لي بس تعمل له عملية داونلود. هو حجم الملف حوالي 2.5 جيجا تقريبا، تمام. وده يعني اسم الملف، هو Altium Designer 2021، تمام. وطبعا زي ما اتفقنا هو كومباتبل مع مين؟ مع الاكس 64، وهو ملف دوت رير، ملف مضغوط. يبقى لازم اقف عليه كليك يمين واقول له عايز اعمل له عملية اكستراكت، هفكه. بس يفضل تقول له اكستراكت تو علشان يفكه بنفس الاسم اللي موجود، يعني علشان يبقى موجود عندك فولدر بنفس الاسم على الديسكتوب. اول ما يتعمل له عملية اكستراكت طبعا هدخل جواه لما يخلص، دبل كليك على الفولدر ده، هيبدأ طبعا اكيد في ملف اللي هو الخاص بعملية الانستول، مش عايز يفتح عشان لسه بيعمل عملية اكستراكت يعني. طبعا ده احنا شرحناه قبل كده اللي هو الاصدار القديم اللي هو 20، ده يعتبر قديم شوية. هو ده الاصدار القديم، ده انا مش عايزه بقى خلاص، ده يعني مش محتاجه خالص. هنشتغل على الفولدر ده زي ما اتفقنا، بس يخلص يعني علشان بس ايه الجهاز ما يبقاش تقيل. يبقى اصبح عندك ملف مضغوط، ده مش هحتاجه بقى يعني، بس احتفظ بيه يعني عشان لو حصل حاجة في الجهاز بتاعك ولا حاجة يكون معاك النسخة الايه الاصلية موجودة معاك اهي مضغوطة، وفي نسخة ايه مفكوكة الضغط. هفتح الفولدر ده هلاقي عندي ملف اسمه Altium Designer 2021 او 21 setup. هروح على طول اعمل setup، بس خلي بالك هو هنا في ملحوظة بس كده اقول لك عليها واحنا شغالين.
يعني هنا قال لك خلي بالك عشان في بعض الناس هتقابلها مشاكل، انا عارف، فانا يعني قلت اقول لكم على التعليمات المهمة انك انت تعمل بيها داونلود وانستول ازاي. هنا طبعا زي ما اتفقنا عنوان البوست هاو تو داونلود اند انستول التيم ديزاينر 2021. الخطوة الاولى خلي بالك لازم تعمل عملية تيرن اوف للانتي فيروس بتاعك والويندوز ديفندر. يعني هو الافاست ما بيعمليش مشاكل، بس ماشي انا عشان بس تبقى انت عارف الطريقة، كليك يمين واقول له عايز اعمل كنترول هنا، طبعا كليك يمين تاني على الافاست واقول له عايز افاست كنترول، وهعمل ديسيبل للافاست لمدة ساعة بس مش اكتر يعني. وطبعا لو ظهرت لك رسالة قول له اوكي ستوب، يعني هيعمل ستوب. فطبعا هنا بيقول لك خلي بالك يعني المفروض انك انت تعمل تيرن اون للانتي فايروس بتاعك. ماشي مش مهم، انا عارف ان انا عملت له تيرن اوف مؤقتا بس، وبعد كده اروح بقى اشغل البرنامج علشان بس الايه الافاست ما يطلعليش اي مشاكل ويحاول ان هو يعني يلغي ملفات ولا حاجة اثناء عملية الانستول. هنا طبعا اكسبت ونكست. طبعا اللغة سيبها انجلش، يعني سيب اللغة انجلش الا بقى لو انت كنت يعني بتشتغل بلغة تانية، باي ديفولت اخليها انجلش. واكسبت موافق ونكست، سيب كل حاجة زي ما هي وقول له نكست. وبرضو الديفولت لوكيشنز بتاعت الملفات بتاعتك هيكون في مكان معين على السي، سيبها برضو في نفس المكان وقول له نكست. هنا مش محتاج اعمل بارتيسيبيت، يعني براحتك عايز تعمل بارتيسيبيت انت حر. هقول له انا عايز اعمل بارتيسيبيت، يعني هو بيقول لك يعني عشان انت حبيت تعمل عملية امبروف يعني الاكسبيرينس بتاعتك، يا مش مهم. قول له نيكست، انت جاهز انك انت تعمل انستول، ريدي تو انستول. ايوه نيكست، فيبدأ يعمل عملية انستول. دي خطوة مهمة جدا. الخطوة اللي بعدها طبعا احنا عملنا ران للايه، عملنا تيرن اوف خلاص للانتي فيروس، عملنا ران لملف السيت اب. بعد كده بيقول لك بعد عمليه الانستليشن لازم تكوبي وتبيست ملف معين، هو عباره عن ملف دايناميك لينك لايبرري دي ال ال. لازم تروح تعمل له كوبي من الملف بتاعنا من الفولدر بتاعنا وتوديه لمكان معين. هتوديه المكان ده، هتعمل له كوبي وتحطه في المكان ده اللي هو سي بروجرام فايلز التيم اي دي 21. هقول لك هتجيبه منين حالا، بس اتم بس عمليه الانستليشن دي. هو كده بيعمل عمليه بريبير، بيجهز بس عمليه الانستليشن. طبعا اكيد حد يسالني طب احنا ليه بنحدث البرنامج؟ والله احنا بنحدث البرنامج علشان خاطر انت يعني تكون اب تو ديت، يعني عشان لو في اي حاجه في اي تولز نزلت جديده تبقى انت ايه موجوده معاك. في بعض الناس بتفضل يعني لو قابلت لك مشكله ولا حاجه، في بعض الناس بتفضل انها تشيل النسخه القديمه، فعادي هروح على الكنترول بانل يعني عادي جدا، اكيد انت عارف الحاجات دي يعني حاجات بديهيه بالنسبه لك، وتروح على الان انستول بروجرام وتدور على الالتيم القديم. لو انت مش عايزه بقى شيله علشان ما يبقاش عندك نسختين، نسخه حديثه ونسخه قديمه، فيعني بالجهاز بتاعك تقيل. دور على برنامج الالتيم، لو هنفترض هو ده مثلا يعني قول له ان انستول، تعلم عليه وتقول له ان انستول، يبقى انت كده عندك نسخه واحده كفايه. فيعني نصيحة طبعا لو حد عايز يعمل الحركة دي يفضل تعملها قبل ما تبدأ تعمل عملية انستول، يعني شيل القديم واعمل ريستارت للجهاز بتاعك وبعد كده نزل النسخة الحديثة. هو كده خلاص قرب يخلص يعني، علشان بعد كده نبدأ نحط ملف الكراك بتاعنا اللي هو ملف الدي ال ال، نعمل له ريبليس والا مش هيشتغل، يقول لك عايز اللايسنس. طبعا انا بحب طبعا لو حد عنده المقدره الماليه ان هو يشتري اللايسنس يا ريت، يعني يا ريت. احنا طبعا هدفنا هدف تعليمي ان انا بعلمك على البرنامج دوت وتشتغل عليه، لكن طبعا ما اقصدش ابدا ان انا اعلمك ازاي تاخد البرنامج ده ويعني تاخد حاجه مش من حقك اللي هو حقوق الملكيه الفكريه. لو عندك المقدره الماديه طبعا حاول تتواصل معاهم وتشتري البرنامج. لو انت شغال في شركه والشركه دي بتعتمد على الالتيم ديزاينر كده كده لازم يكون عندهم السوفت وير لايسنس يعني، لكن احنا عشان غرض بس تعليمي فما عنديش المقدره الماليه اشتري برنامج ثمنه حوالي $350 يعني مبلغ كبير جدا. لكن اكيد لو اشتغلت في شركه طبعا لازم الشركه تشتري الايه اللايسنس يعني عشان المصنفات الفنيه والكلام ده، وكمان عشان ما يكونش معاك النسخه يعني الليجل، يعني لازم تكون نسخة ايه
يعني ليجل وتمام، ما فيهاش مشاكل خالص يعني. طبعا زي ما انتم شايفين مكتوب هنا احدث اصدار 21 اهو، وهنشوفه من الهلب يعني. بعد لما نشغل البرنامج هنروح نشوف الكلام ده في الهلب عشان نتأكد، وبعد لما نروح نفعل نعمل اكتيفيشن للسوفت وير هنروح برضو نتأكد من موضوع اللايسنس موجودة ولا عندي مشاكل. خلاص هو كده قرب يخلص، انا بس حبيت موقفش الفيديو علشان ممكن حد يقابله مشاكل واحنا شغالين، فكده الحمد لله زي ما انت شايف مفيش اي مشاكل. لو قابلتك مشاكل في الحتة دي بقى انت كده عندك مشكلة في الويندوز بتاعك، يعني في نظام التشغيل بتاعك في مشكلة. فكده ان شاء الله مفيش اي مشاكل بإذن الله. في هنا حاجة مهمة لازم تعملها، نصيحة يعني، اوعى تقع فيها عشان ما يحصلش مشاكل، انك انت ما تشغلش البرنامج. هيطلع لك كده رسالة يقول لك عايز تشغل البرنامج ولا لا، اقول له لا مش عايز تشغله، علشان انت لسه ما عملتش اي حاجة وما حطيتش ملف كراك فما ينفعش يشتغل. هيقول لك فين اللايسنس بتاعتك. يبقى احنا كده وصلنا للخطوة اللي هي ديت، عايز اروح اعمل عملية ريبليس للملف ده. هو عبارة عن ملف اسمه sh folder dot dll. فكده خلاص هو قال لي خلصت. اوعى تغلط بقى وتروح تقول له عايز ارن البرنامج، لا مش هرن البرنامج، هشيل علامة الصح واقول له finish، وبعدين اروح على الفولدر بتاعي واروح تاني افتح الفولدر ده، هلاقي فولدر اسمه license. في اللايسنس ده عندي هنا فولدر لايسنس مهم، وعندي ملف الدي ال ال ده. طبعا لو انت حبيت تخش على الريدمي وتقرا، بس انا بوفر عليك التعب يعني، بدل ما تقعد تقرا لو في اي حاجات هو بيقول لك عليها، انا كمان قلت لك كل حاجه موجوده هنا، كل حاجه موجوده هنا على ايه، على الموقع بتاعي، الخطوات بالتفصيل. هروح اجيب ملف الدي ال ال ده كوبي، تمام هو كده موجود معايا كوبي. وبعدين طب الاول قبل ما اروح اجيبه كوبي، انا عايز افتح المكان بتاع شغلي، بروح على قائمه ستارت كده بلاقي الالتيم ديزاينر اهو، هقول له كليك يمين وعايز مور، واجيب من مور حاجه اسمها اوبن فايل لوكيشن، ممكن تجيبها من هنا. طب لو ما لقيتهوش روح دور على الالتيوم، روح اعمل سيرش على الالتيوم، هتلاقي الالتيوم اهو وعامل لك هنا اوبن فايل لوكيشن. اوبن فايل لوكيشن ده الشورت كات، كليك يمين وخليه بقى على الديسكتوب عشان تشتغل بيه كوبي. طبعا هشتغل بيه يعني، هو ده الشورت كات اللي هشتغل بيه كوبي بيست اهو، هو ده. ما تفتحوش بقى، كليك يمين وقول له عايز اعمل عندي اوبشن اسمه اوبن فايل لوكيشن، كليك يمين اوبن فايل لوكيشن، فقال لك هو ده المكان اللي انا بدور عليه. فعلا انا كنت عايز اروح على السي بروجرام فايلز التيوم اي دي 21 زي ما قلت لكم اهو، سي بروجرام فايلز التيوم اي دي 21. الملف ده بقى هروح اعمل له ريبليس، يبقى انا هاجي كده هاخد الملف ده اهو كوبي من هنا، واروح هنا بقى اعمل ايه كنترول مع حرف الفي او كليك يمين وبيست يعني مش هيفرق. فبيقول لي انت موافق، لازم يكون لي في بيرميشن، في صلاحيات للكلام ده. اه موافق طبعا كونتينيو. فحط الملف ده خلاص تمام. دي الخطوه الثانيه او الثالثه تقريبا، دي الخطوه رقم 4 كمان. خلاص خلصنا 4. طب نروح على الخطوه رقم 5، هنفتح السوفت وير ونبدا ندور على اد ستاند الون لايسنس. تمام عشان نضيف ملف دوت اي ال اف. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ هروح افتح البرنامج بقى بتاعي عادي، فأي رسالة طبعا هتظهر لك قول له قال لا وموافق، عشان عايز يعدي الكلام ده من الفاير وول. زي ما اتفقنا الفاير وول هنا احتمال يعمل معاك مشاكل، انا بقول لك او اعمل تيرن اوف للفاير وول والايه والانتي فايروس، وبعد كده شغلهم تاني. فلو ظهرت لك ايه رسالة زي كده يفضل يعني انك انت ايه تقول له اوكي. بدأ يلود اهو فعلا اللايسنس ديت. لو انت بس جيت كده عايز الباس بتاعها، عايز الباس بتاعت اللايسنس دي، كليك يمين وكوبي وخلاص، ده مش محتاجه تاني بقى. وننتظر بس البرنامج يفتح. طبعا زي ما انت شايف هو بياخد وقت في التحميل، علشان كده انا بقول لك يفضل تكون الرام بتاعتك عالية يعني. طبعا لو عندك 8 عندك 16، الناس اللي عندها رامات 16 جيجا بايت دي تبقى افضل طبعا بكتير، افضل من 8 يعني.
هو في الاول بس هياخد وقت في عملية اللود، لكن بعد كده لا هيشتغل معاك على طول. في البداية بس عملية التحميل دي اول مرة وخلاص، بيبدأ يتشيك على الملفات والدنيا كلها بتاعته، يبدأ يعمل لها عملية لود، وبعد كده مش هيعمل حاجة خالص تاني خلاص. يعني الموضوع بقى ايزي خلاص يعني. وهنتأكد طبعا ان احنا نعمل كرييت للنيو بروجكت يعني، ونتأكد كمان من الهيلب ان الهيلب بيجيب لي اللايسنس بتاعتي سليمة ولا لا. هنشوف الكلام ده حالا دلوقتي. الحمد لله البرنامج اشتغل اهو، بس طبعا انت ما عندكش لايسنس، فبيقول لك لو سمحت هنا مفروض انك انت تجيب اللايسنس. هقول له ماشي، عايز اعمل اد ستاند الون، اد ستاند الون. فاكيد طبعا هتقول له فين المكان بتاع اللايسنس، هو بيقول لك فينه، اقف هنا واعمل كنترول مع حرف الفي وانتر. طبعا هيجيب لي الباس ده اللي انا بدل ما اقعد بقى ادور، لا هو كده جابه لي. كل دي لايسنس وعبارة عن ملفات ALF، واحدة منهم تكفي، واحدة منهم تكفي. قول له open، فيقول لك انك انت اصبحت يعني عندك البرودكت بتاعك صالح لحد يوم 5 نوفمبر 2030، يعني ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر ان شاء الله. فكده البرنامج مبروك عليك اشتغل. اقفل بقى وافتح البرنامج تاني من جديد. مبروك عليك، معاك Altium Designer 2021 شغال. وهأكد لك دلوقتي من المعلومة ان كل حاجة شغالة سليمة. طبعا مش هياخد نفس الوقت بتاع المرة اللي فاتت خالص، مستحيل، هياخد وقت اقل ان شاء الله. زي ما انت شفت اخد وقت اقل جدا. فتح كده على الهوم بيج خلاص، واللايسنز هو لو كان في لايسنز كان قال لك، هو حتى قال لك ويلكم، اهو الدنيا تمام. وهنا بعض يعني الاخبار النيوز، لو انت عايز انك انت تتعرف على احدث التقنيات في عالم الالتيم ديزاينر، ويعني لو في شويه جايدز تقدر تستفيد منهم يعني، وحاجات زي كده. ولو انت حبيت تعمل ساين ان، بس انا بصراحه بخاف اعمل من هنا ساين ان يحصل مشاكل في الايه في السوفت وير، فيفضل بلاش. هقول له عايز هيلب وعايز اباوت، فجاب لي هنا انك انت هنا مفيش هنا لايسنس. اروح طيب اقول له كلوز كده، هو قال لي خلاص لايسنس زي على فكره كتبها هنا، بس تعال نشوف كده. نقول له هيلب ونقول له عايز لايسنس، اللايسنس بتاعتي من الهيلب. لا وداني على موقع، بلاش 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 يوديك على موقع، كفايه تفتح هيلب كده وتقول له عايز اباوت. فكده هو قال لك لايسنس، ده خلاص لايسنس 2 وتمام، ما عنديش مشاكل خالص. طيب اتاكد منين عشان لو في مشاكل حصلت لي ولا حاجه؟ اقول له طيب انا عايز اعمل بروجكت جديد، فايل ونيو بروجكت، وليكن مثلا يكون ملف بي سي بي او سكيماتيك زي ما انت عايز. قول له بي سي بي مثلا، فكده هيفتح معاك ويشتغل معاك، ما فيش اي مشاكل خالص. عايز افتح ملف بي سي بي جديد علشان بس تتأكد ان الدنيا تمام، ما فيش اي مشاكل خالص. تمام، او فتح هو بي سي بي الحمد لله اهو. وتقدر بقى انك انت تاد الكومبوننتس بتاعتك وتعمل اللي انت عايزه يعني. هتلاقي الكومبوننتس بتاعتك اهي على ايدك اليمين، في كل الكومبوننتس اللي انت محتاجها، وعمل لك اد اهو لبي سي بي، ملف بي سي بي في البروجكت بتاعك. طبعا انا ما عملتش بروجكت يعني، عملت بس ملف بي سي بي عشان نجرب. وادي الكومبوننت بتاعتك، مثلا هات اي حاجه، هات اي حاجات مثلا كاباستر مثلا، واسحب الكاباستر ده كده هيتسحب معاك. تمام، انا كده ما عنديش الحمد لله اي مشاكل خالص. ابدا بقى ان انا اشتغل فعلا واجرب بقى كل الحاجات اللي احنا خدناها، وانتظر ان شاء الله يعني محاضرات جديده. انا اسف ان انا طولت عليكم، وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.